والله بداية خطر في هالأسبوع. مين بيكون؟ يمكن أنا. أنا ونادين، لأنه نادين ما عندها كاش كثير، وأنا تفاعلي مو مرة عالي. كلهم لهم مكانة كبيرة عندي، ولكن سالم وفادي وعزيز وزينب دول لهم مكانة كبيرة عندي، فإذا أحد منهم خرج أحس حازن مرة. أنا لأنني أنا الأخيرة في الموني تشارت، ما زال ما طلعت حتى شي حفلة، و كنظن سالم حتى هو لأنه حتى هو الأخير في الموني تشارت. صراحة ما بعرف بالضبط مين حيكون بدائرة الخطر، لأنه هذا ما بيعتمد على الصوت ولا على شيء، هذا بيعتمد على المال والسوشيال ميديا، سو الله أعلم. رح أزعل على الكل، يعني ما بعرف كيف رح يكون ردة فعلي الأسبوع الجاي لما أعرف مين حيطلع، أو ممكن أنا أكون عم رح أطلع، سو ما بعرف، حزعل على الكل، ما في حدا محدد. سالم نحسه في دائرة الخطر، على خاطره ما جابش مصاري، على خاطره ما هو بتستحق. بدائرة الخطر حالياً من ناحية الأرباح أنا وفادي، وإن شاء الله نهاية الأسبوع أنها تتغير الأمور وأكون في منطقة دافية كذا ما تخليني أطلع. صراحةً أي واحد يطلع راح أزعل عليه، ولأن كلهم بنفس المكان بقلبي، كلهم أخواني وحبيتهم كثير والله العظيم، فأي واحد بيطلع أكيد أنه راح أتأثر وراح يزعلني يعني، لكن بالأول والأخير هي لعبة، والله يوفق اللي بيغادر يعني. سيكون بدائرة خطر هذا الأسبوع طبعاً، ما عندي أي فكرة، وهذا القرار بيد مدراء الأعمال، بس إن شاء الله الكل يحصل فرصته، وأتمنى لهم التوفيق. يعني أكيد راح أزعل أي واحد إذا طلع من عندهم، لأن يعني كلهم حبايبي وتعودت عليهم، وأكيد إذا طلع واحد راح نشتاق له، بس أتمنى إنه الكل يقوم. حسب النتائج تبع الأرباح لهلا أنا بمرحلة الخطر، بس ما حدا بيعرف شو بيصير لآخر الجمعة. مين ما يطلع رح أزعل له، لأنه نحنا صرنا أخوة وكتير تعلقنا ببعض آخر فترة. أنا دين في دائرة الخطر، بعد الشر يا رب ما حدش منهم يمشي أصلاً. لأ يعني مش عارف، أنا بحبهم كلهم، مش متخيلة أن حد يمشي منهم. ما أدري مين حيكون في دائرة الخطر هذا الأسبوع، ولكن أتمنى التوفيق لكل المشتركين. حزعل على أي أحد يخرج، لأنه كلهم أخواني، فما في أحد معين.